يلا عشان نكمل الطريق. I was wondering why Infinity hadn't encountered the Covenant yet. What are they doing here? They're heading to the second pylon as well. Okay. That can't be a coincidence. Sounds like the Prometheans don't want the Covenant here either. The battle net's already lighting up with reports of resistance all around the pylon. الله يستر. متنا كثير قبل وما له داعي نموت. المهم خليني اخلص سالفة الالعاب سلسلة هيلو بشكل عام. عشان نقدر نتكلم في اشياء ثانيه يعني لما تصير الحلقه العاشرة الظاهر. قول له عرديس. اوه هذا تبعنا. اتوقع انه تبعنا. لا والله مو تبعنا تصدقون. مو تبعنا ذول يا عيال. شلون صاروا ضدنا طيب ابغى افهم. اوكي. جزاك الله خير. طيب هذا مات. توقعتهم معاي ذول. ما ادري ليش توقعت معاي بس توقعت معاي يعني كذا بس. المهم وقفنا المرة الماضية عند هيلو كومبات. كانت هيلو كومبات هي ولا الظاهر وقفنا عند هيلو كومبات اخر مرة لما كنا نتكلم عن سلسلة هيلو بشكل عام يعني. و ف هيلو كومبات كان اخر جزء من اجزاء هيلو اللي اشتغلت عليها اللي هي بونجي. اللي اتذكر الاسم لانه ما اتذكرته. شلون طحت. طيب اوكي نحتاج هات النيدلر. خلني افقع وجيههم فيه. بيه بغيت اقول بيه. طيب جالسين يتهاوشون مع بعضهم هنا. اوكي ذبحنا واحد. فاي كان اخر جزء اشتغلوا عليه بندي اللي هو شو اسمه الجزء اللي فيه كل الاشياء الحلوه في اجزاء. يا الله انا شو جاني انا راح اخلص رصاصي. اعطني سلاحي. طيب نقدر ناخذ سلاحي هنا. ما اقدر. طيب خلنا نمشي زي الاوادم هنا. اوكي ف اخر جزء اشتغلوا عليه بونجي. اخر جزء اشتغلوا عليه بونجي وكان جزء حلو صراحة. انا لعبت الجزء هذا. لعبت الجزء اللي هو الكومبات. كومبات ايش هو اسمه؟ لا الانيفرسري مو بالكومبات. الانيفرسري هو. بغيت اموت موته خايسه جدا. شوف في سلاح هنا الظاهر. يب شوت جن. اوه هذا شوت جن. طيب فجرناه. عن شكله. ايش هذا الشيء اللي هناك يا رجل؟
واو هذا ما ينذبح الظاهر. طيب ذبحنا هذا الحين. طيب انا قاعد انسى ايش قاعد اقول دائما، فعشان كذا لا انا ابغى هذا الشكل. ف قلنا انه بنجي كان يشتغلوا على اخر جزء. اوكي كويس وضعنا تمام الحين. وكان زي ما تقولون إعادة تذكير للناس انهم اشتغلوا على اللعبة، يعني هم اشتغلوا على اللعبة تعبوا عليها بعد، انه يعني قصدي انه حسنوا الجرافيكس فيها ونفس المابات القديمة. تخيل يعني اني اجيك واعطيك مثلا خلينا نقول زي لما تسوي باتل فيلد وتعطيهم مابات قديمة في باتل فيلد مثلا، ولا في هيلو مثلا، ولا مو في هيلو قصدي في كول اوف ديوتي مثلا. راك بثري يا انقلع اللي بغيت فترة يعني. طيب وين بنروح الحين؟ صدق ما في يسوي مشكلة هنا. فا ايه كان هذا اخر جزء اشتغل عليه بونجي، ومن هنا بدت انه سالفة 343 انه واحنا نبغى نشتغل على هذه. وكانت انه سالفة بونجي انه احنا نبغى نطلع من تطوير هيلو، انه خلاص لما نروح نصير صاروا برضو شركة منفصلة عن مايكروسوفت، انه بنجي اساسا كانت مايكروسوفت من قبل، انه مايكروسوفت قالت البنجي انه احنا راح ندعمكم باللي نقدر ندعمكم فيه. ذاتس ات يعني ما يحتاج انكم تسوون اي شيء حتى. بس خلنا احك اذني قامت تحكني. من هنا موت يا استاذ حنفي، تعالي اعطيني هذا واتذكر وش اسمه. جوست، هذا جوست. طيب هذا اسمه بانشي. طيب لاني ما اتذكر اساميهم حتى، اتذكر البانشي كان في صواريخ بعد ناسي كيف. عارف انك تقدر تسوي الحركه هذه بس ما اذكر وش الصواريخ. والله طلقوا علي لين قالوا بس. ولا حيوان حسبحك يا حيوان. اذكر والله كان ممتع هذا صراحة جدا. ماب اسمه فافالا، كان كنا مرة يعني بزيادة نلعب اللعبة بشكل ما تتخيلونه، لدرجة انه كان ما نلعب الا هيلو بس، فكانت هي بس هيلو 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 هي اللي موجودة. وما كنا نتذمر يعني، ما كنا نقول لا ما في الا هيلو، لا ماني عارف ايش، ما كنا نقول ذي الاشياء يعني، كنا عادي مبسوطين باللي موجود. حياتنا كانت جدا رهيبه. ما اعرف ليه صراحه الحين خلاص الواحد صاير او انت لعبتي اقوى احسن من لعبتك ونعرف ايش، ما ادري شلون الوضع. فصاير وضع ما ادري، ما تحس ان الواحد يلعب طب خلينا نلعب لعبتي اللي انا احبها ولعبت لعبتك اللي تحبها، مو لازم انه انا احب لعبتك يعني، ولا انت لازم تحب لعبتي طبعا صح. حتموت يا حيوان. طيب في احد قاعد يطلق علينا بس ما اعرف مين، وبسحب عليه مالي خلقه. اوكي هذه واحدة، في واحدة هناك. هذا طبعا السلاح اللي قبل شوي ترى ما يدمج، لكن يشيل الشيلد كله اللي على اللاعب.
حتى في الاونلاين كذا يشيل الشيلد كله يعني اي شيلد محطوط راح ينشال. ف جدا مفيد السلاح اللي قبل شوي كنا نستعمله ناخذه هو وبيستل تطلق. احنا سميت فصخ انه اذا طلقت واحد وانشال عارف ان الكلمه ما مي بحلوه انك تفصخ. وش تفصخ يعني من جد وش الكلمه يعني ما لقيت الا ذا الكلمه. لكن تفصخ اللاعب من الشيلد حقه يعني انه تخليه من غير شيلد. طبعا اركب خذ. من وين الواحد يرقى طيب يا استاذ انت؟ من هنا؟ نقدر نرقى؟ لا ما نقدر، ما في باب هنا. اه من هنا، ايوه من هنا. احس انك تقدر تروح بالسياره اللي معاك. ولا نقدر والله. لا رقي ابوها بعد. استعمل يردل لو خير. شكلك ما تبي تتهاوش معي صح؟ صح ولا لا؟ خلاص انا ما ابغى اتهاوش معك. اخر عني اخر عني زعلان انا. ما لاحظت انه في ذكاء صناعي كثير في ذا اللعبه من الاعداء، ولا يمكن انا حاط نورمال. انا ما ادري، ممكن لاني حاط نورمال ترى. لكن حتى قبل هيلو القديمه ما كان فيها ذكاء صناعي في اللاعبين، في يعني الشخصيات اللي هم ضدك. لكن ممتع. انا بالنسبه لي اللعبه هذه هي اللي بديت فيها. They know we're here. Infinity, this is UNSC AI Cortana. Do not approach Forerunner planet. Repeat, do not approach. UNSC asset. Forerunner to dawn. We read you, but you're breaking up. Help. Increase speed by 0.7. Get us in there. Negative, Infinity. Do not enter the planet. If you can hear us, keep transmitting. No, chief, you've got to get that beam down now. يلا 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 يلا، هذا انا قاعد نروح. قالت انه السك لازم تسكر هذا عشان ما يذبحونا. يلا هذا انا قاعد اسوي البيم. Cortana to Infinity, do you copy? Come in Infinity. Infinity لا تطلقون علينا يا Infinity. Route us up to the relay satellite. All right, go. يلا يلا. Once we're on the satellite, there's bound to be a central control point. الله 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 الله. Heading towards the relay too. This doesn't make any sense. Whoa. Why would they care about a broadcast relay? I'll handle them. You just find us that control node. How soon till Infinity hits the gravity well? A minute or two max. The Covenant are making a push for something on the far side of the satellite. دايم ياما ياما الجرينيدز في هيلو كانت تقهرني من زمان، وهي تقهرني ان الانفجار في القنبله مو بذاك يعني انت شفته قبل شوي مو بذاك الحجم. عادي انفجار جدا عادي صغير، حتى اصغر من العادي. لكن Is that the signal relay? Yes. Now we just have to hope we can use it to warn Infinity before it's too late. طيب. اوه. ما دريت انه الباب انفتح. كده فجر الحيوان اللي فوق. لا. هذا طب لما مع سلاح
والله اللي ما مع سلاح. والله كنا بنموت الا طماطه. طيب وين نروح؟ طيب نمشي يعني؟ خلاص بمشي. اوه والله دخلنا. ما ادري ايش صار، ما ادري اي سلاح اخذته اصلا ولا ادري ايش السالفه، بس انه دخلنا هذا اللي انا اعرفه، هذا اهم شيء في الموضوع. طيب اوكي، كيف الواحد يبقى هنا؟ ووو اصبر. لا يا اخي ارق ارق. ووو غلط. والله هذا سنايبر، والله توقعت بزوكا، ما ادري ليه بس توقعت بزوكا، توقعت بزوكا. هم طلقتين بس، والله يذكرني بالسنايبر القديم. ويا ليتني طماطة طماطة. هذه الدبل. وين اسلحتكم يا حيوانات؟ مش عاوزين تعطوني اسلحة؟ ازاي يفتز حيواني؟ ان جاع طاشيل هذا. هذا ثالث. لا لا شف، ازاي انت تختفي وما اختفيش؟ طيب يعني. وي وي ده انت مت. يلا يلا وش هير. واو انا سويت مره شيء مره غلط، اني درعمت من غير ما اعرف ايش السالفه، وهذا شيء مو كويس ابدا. فيبي لي اذبح واحد من الموجودين هنا اصلا. كنت اقدر اركض بس انه مو بحركه كويسه. ايش يلعن شكله؟ بزوكه معاه، شكلي في بزوكا اصلا هناك. استنى استنى، شكلي في بزوكا. يو ما اقدر اركض. شوف هذاك، هذاك واحد معاه بزوكا هناك. وين البزوكا اللي كانت معاك يا حيوان؟ هذا واحد فيه معاه بزوكة، بس ما اعرف اي واحد. واحد معاه بزوكة. يا الهي. طيب. اوكي.
هذا السلاح انا بالنسبة لي احسن بالنسبة لي طبعا. ايوه متعود على الشاتكنز في باتل فيلد من اطلق من ابعد منطقه في العالم دي يجيبه. طيب اوكي والله جابني مع اني حتى انه ذكي الليزر هذا. نقدر ننجز من هنا. اطلق زي ما تبي يا حبيبي. كيف افك طيب؟ خلاص فجرنا. كويس. قاتل ما اقدر افجره اصلا. هيا بنا! نقفز الى مدري وين. يلا نعطيهم شويه دم. Infinity, this is Sierra 117 of the UNSC Forward Unto Dawn. Do you copy? Infinity, do you read? Chief? Chief, let go of the contacts. Find us an exit. Don't wait around on my account. So fades the great harvest of my betrayer. Even these beasts recognize what you were oblivious to, human. Your nobility has blinded you, as ever. The librarian left little to chance, didn't she? Turning my own guardians, my own world, against me. But what hubris to believe she could protect her pets from me forever. If you haven't mastered even these primitives, then man has not attained the matter. Their ascendance may yet be prevented. Time was your ally, human. But now it has abandoned you. The Forerunners have returned. This tomb is now yours. Rupture! Chief!